Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat semua di Rona Haryono Channel. Sangat bahagia kami bisa hadir pada saat ini untuk bersama teman-teman sekalian. Dan pada malam hari ini kami akan melantunkan Quran Surat Al-Mulk, Quran Surat 67 Al-Quranul Karim yang terdiri atas 30 ayat. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa seluruh sahabat untuk bisa lebih mencintai Al-Quran dan suka membaca dan menghafalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebahagiaan dan menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap teman-teman sekalian apabila video ini bermanfaat, kami berharap teman-teman bisa share, like, dan komennya, dan kita subscribe-nya. Mudah-mudahan senantiasa sedekah teman sekalian akan mendapat limpahan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الشعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المشير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمسي مكبا على وجهه أحدا أمن يمسي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يعتيكم بماء مئين صدق الله العظيم.